صباح الخير مشاهدينا الكرام من قناة الرشيد. رجعنا لكم بيوم جديد وأكلة جديدة، واليوم الأكلة الجديدة فتشي أشبه بالطلي. اليوم ما أقول لكم شكو. اليوم عندنا سوينا عمل الديك الرومي، بس تعرفون الديك الرومي يراد له وقت ويراد له عناية ويراد له ترتيب طبخ، حتى ما تكون به زفره وما تكون اللحمه قويه، واكو امور به هوايه، شلون نخلي الثوم داخله، شلون الليمون، شلون نطرد الزفره من عده، تكون لحمايته اكيد تعرفوه الديك الرومي يكون لحمايته قويه. الديك الرومي هو وين الديك الرومي؟ هسه يجي يجوز طفر. فقلنا الديك الرومي يتخمر، الديك الرومي يتخمر بالخل اللي يعني هسه انا مخمره، خليته بطلين خل جبته على شكل مالته وغسلته غسله حلوه، خليته بكون سطله او فشي كبير حتى تكون الصلصه داير مدايره، يعني تكون متروسه. بطلين خل ابيض، بطل خل التفاح حيكون موجود ويانا، يعني شطه حيكون عندي نص كلاص من الشطه، يكون عندي الخردل، هي نفس اللي تتبيله راح اسويها خارجيه تكون نفسها اللي ضفتها خمرتها بها الديك الرومي، تكون عندي الخردل وعندي هنا الشطه والكتشب، وقلنا احنا خل بطلين ابيض، خل بطل تفاح، وعندي الشطه يكون عندي نص كلاص، يكون عندي بطل ليمون كامل ضفته، ويا هذا راح اضيف الثلج وراح اضيف طحين، طحين اخبطه مي، الطحين راح اخبطه بالمي وحضيفه وياه، راح اخليه الثاني يوم اخمره، ضروري يكون ثاني يوم يتخمر. بالنسبه للاكل مالتنا اللي احنا لا ندور زفاره ولا ندور قوه باللحم، يكون شكله ابيض ثاني يوم، الثلج اكيد راح يقتل الزفره ينهيها، يعني معلومه للكنتاكي لاي شيء من الدجاج اذا نغطيه بالثلج راح ينهيه، يقوم الثلج يضرب بالعظام مال الدجاجه، وتكون الزفره مالتها نهائي تنتهي. هسه نجي هنا راح اكيد احنا نسوي تمن، التمن عندي بازله مبزول، تمن مبزول بهالشكل هذا بزلته بس سلكته، هاي راح نضيف له بس الزيت يكون عندي كم، راح نضيف وهنا راح نشتغل ويا البرغل والشعريه والكشمش. يكون هسه نجي هنا اول فقره نسوي البرغل شوية، البرغل يعني فأكيد طيب إذا تشتغله تخلي له معجون وشوية كركم وشوية بصل أكيد يكون طيب. نجي هنا بس نجي هنا لا نجي هنا للبصل، قطع له شوية بصل، خلينا بصل شوية ويا البرغل، التمن هسه أكيد هسه نجي هنا شوية نقلب هسه نعوفه شوي هنا يتحمص اكيد، واحنا نجي هنا حتى قلنا نسوي الدهن مال التمن المبزول حتى نسوي الشعريه. هنخلي زيت، خلي كميه زيت الزيت هذا راح ناخذ منه للتمل والباقي راح نشتغل بالشعريه، واللي نقول الكشمش والشعريه وهالامور هاي. امور التمل
زين هنا نقلب، يكون البصل طيب ويا البرغل. واحنا خالين الديك الرومي بالهذا حتى راح نطلع ونشرح عليه شلون اشتغلناه وشلون خليناه. والفرن نجي هنا البرغل مغسول ومنقع نص ساعة. خلصنا منه. نجي هنا شوية نقلب بيه. عندنا ندي نضيف له كركم. خلينا الكركم يا فراس، كركم طيبين. كركم احبكم. هسه نضيف شويه من الملح، اكيد الملح يكون موجود. هسه نقلب هالشكل. اكيد احنا عندنا هنا المي الحار يكون حتى نضيفه. واذا البرغل منقع يعني شوف الدهن مالتنا منقع فتره طويله نقدر نخلي نسبه المي تكون قليله بالبرغل. واذا ما ينغسل قبل للطبخ نزيد المي، نسويه مثل كميه التمن، يكون باع شكله شلون يصير على صفار بالكركم والبصل يكون شكله حلو. هسه نجي هنا نضيف حمص اللبلبي يخبل. نقدر نشتغل ويا هذا الكفته، يكون الكفته راس العصفور هالشكل. ضفنا قلنا الحمص ويا اللبلب الجاهز، يعني تقدرون تسلقوه بالبيت تقدرون تشتغلوه تقدرون. هسه عندنا راح نضيف له المي. مثله يكون كوبين عدل ويا قياس الشمشه. هسه هنخليه يستوي على راحته ما يراد له شيء البرغل، تكون هاي طبخه البرغل. وعندنا التمن حتى ندب له الزيت ماله، نعوف له الدهن يحمى ونسوي الصلصه. تكون عندي معجون هنا ضفت مثل ما قلنا المقادير راح تكون هي على الشاشه شلون المقادير راح تكون موجوده من الخل ومن عندي هنا الثوم. ثوم ضيف شويه من الثوم. راح اضيف عندي هنا خل ابيض. خل ابيض. هنا عندي ليمون وعندي راح نضيف الخردل. ضفنا الخردل. عندي هنا النعناع والزعتر، تتبيله هي تكون مال شوي. ضفناها والشطة. ممكن الشطة اللي ما يحبها يستغنى عنها يعني يخليها. عندي هنا التتبيلة حتكون الكركم والكاري، وعندي هنا الكمون جوزة الطيب والعرق الحار، تكون بهارات الشكل مطحونة. اجي هنا اضيفها
هنا قلنا الهيل يكون خاشوقه من الهيل المطحون، ثوم سائل ضفنا الثوم، تكون يعني هاي التخمير تكون يعني فتشي روعه. وهنا عندي الباربيكا هي بهارات الشوي ضفناها، راح نضيف شويه من الملح حتى نعادل النكهه. عندي هنا كاتشب، وعندي هنا التروبيكال تكون موجوده هنا ويانا لون احمر على ذهبي، راح تنطي. والتتبيله تكون بها البصل المطحون، ومثل ما قلنا نحب نضيفها للتمن الاحمر تكون فتشي. هسه ضفنا هاي، راح نجي نخبطها. الشكل صارت لوز. هسه هنا هسه هنا هسه نجي هنا، واحنا قلنا مثل ما الخردل اقصد البرغل جاي يفور، شوية نقلبه، نجي هنا يكون عندي الدهن شلون بدا يحمى هالشكل. راح نضيف الزيت، هو حار، نضيف فوق ال الرز، راح نبقي شوية للشعرية. هسه نجي هنا نطلع الديك حتى طلعنا. طلعنا من الشوي، قلنا خمرنا، سوينا له التخميره بالخل قلنا، والخردل قلنا بطنين خل ابيض، بطل خل تفاح، بطل الليمون يكون البطل الكبير، وضفنا نص كل علبه واحده خردل، وضفنا شويه كاتشب، ضفنا البصل والثوم وياه يكون صحاح، وخلينا من الطحين يكون عنده كوف طحين خبطناه وخليناه ويا الصلصه، اهم شيء يكون الثلج موجود. هسه هنا عندنا بهالشكل هذا طلع، راح نسوي له، سوينا الصلصه الخارجيه. ندهن بهالشكل. الشكل ندهن. نبقى ضفنا هنا شويه من المي بالشعب الصينيه حتى ما يتشلب عندنا، ويستوي ازيد بالبخار ولا ما سلفناه بالسيليفون الحراري. شويه نعلي النار على التمن حتى
هالشكل. اليوم ماكو شيء فروسي؟ ماكو شيء؟ هسه هون بهالشكل يعني ريحة الصلصة فشي اللي هسه اشتغلناها. الو الو هسه الو صباح الخير. الو صباح الانوار يا نوار. مبارك يا عباس. شلون الشخبار؟ شلون امورك؟ ماكو انت ماكو موجودين جاي اتابعكم. تشوفين هذا الديش؟ ديش روم اليوم. شخبارك؟ يعطيك العافيه. الله يحفظك الله يخليك. شلونك انت امورك؟ الله يسلمك. اليوم ايش طابخه نوال؟ الله يخليك. ايش طابخه اليوم نوال؟ والله اليوم مرقت فاصوليا. فاصوليا؟ اه شلونك بالفاصوليا؟ زينه بالطبخ؟ لا الحمد لله. شخبارك انت؟ يعطيكم الف عافيه. الله يحفظك والله ماشي الحمد لله. نسال عليك. والله يا عباس برمضان موجودين انتم؟ برمضان ايه موجودين مفتحين. يعني كتوقيت؟ كتوقيت حيكون وراح يكون بعد راح نشوف الامور. ان شاء الله الله يبلغنا ان شاء الله رمضان. الله يحفظك. الله يخليك نوال. تحياتي لكم كل الطاقم. تحيات خواتي لك. شكرا 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 لك انت وخواتك نورتينا عيوني. هسه راح نخليه. الو مسجاد بس اخليه من فرن انتظريني. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون شو اخبار؟ شلون امورك؟ هذا خطيه هذا الطفل ليش هيك؟ ام سجاد الو الو مسجلها صوت الطفل شوش علينا. انا طرقت الدولمه. الدولمه ممكن مقادير الدولمه تكون عندك على الشاشه. الدولمه بدك ترد لي اياها. صح حتكون عندك على الشاشه حتى ما واحنا هم ردين نقول احنا عندنا تمن نص كيلو كل لحم حسب الرغبه. كل لحم مثروم لحم عجل نص كيلو او ربع كيلو حسب تريدون انتم. راح يتنقع التمن نص ساعه ورا نص ساعه نضيف اللحم ويا التمن. راح يكون المقادير هنا الرز واللحم المثروم ربع كيلو ممكن نص كيلو تخلون وضلوع ضلوع ممكن جوه تخلون اوليه حسب او باقله ممكن سلق معجون دبس رمان كمون والخضروات راح تكون شويه فلفل اخضر شويه طماطه ناعمه وممكن ويا التحشاح تخلون دبس الرمان ويا هسه قلب. شكرا لك لاتصالك وان شاء الله تاكلين الدولمه اللي تريديه. نقلب البرغل هالشكل. ما احكي لكم الريحه مال البرغل شلون ريحه طيبه. هسه نجي هنا نسوي الشعريه تكون شعريه التمن. نجي هنا نضيف نضيف الشعرية زينب من البصرة. صباح الخير زنوب. صباح النور. شلونك؟ شلونك شو اخبارك؟ شلون امورك؟ الحمد لله زين. الله يحفظك. شلونك يا عباس؟ شلونك عيني شو اخبارك؟ والله الحمد لله زين. اقول لك عباس عيني قولي. الحمد لله انا زين. بس نص الصوت تلفزيون شوي. اول مره اتصل عليكم اني. على راسي نورتينا وشرفتينا. ممكن صوت تلفزيون شويه؟ اي اي شو اسمه الكبه شويه تنفتح وياي مال المرقه. كبه اي كبه يكون؟ كبه مال البرغل مال مرق تنفتح قدش؟
كبة البرغل هتكون عندك مثل ما قلنا حسبة مثلا 700 غرام من البرغل، يكون مقاديرها موجودة، يكون هو الجريش أكيد هو يكون الجريش 700 غرام ولحم مفروم ربع كيلو راح تضيفين وياها لحم بس أحمر بدون ليه يسموه لحم الدق راح تضيفيه وياه، والكمون فلفل أسود والسودة يكون عندك والملح موجودة وياه، راح تعجنيها مي بارد يكون مي بارد حتى تكون قوية تكون العجينة قوية، ورا ما عجنتيها بالمي البارد راح يكون يمج جدر مي يفور وبيه شوية من الزيت حتى ويا اللف مالك تخليها بالسلق. شو النصي على البرغل؟ شكرا لك لانتصالك عيوني زنوه. احمد ابقى بالبصره ويانا حمود. السلام عليكم شيف. حبيبي وعليكم السلام قلبي. شلونك شو اخبارك؟ الله يعزك الله يديمك. الله عيوني امورني. جاي الله يضبط مطعيك ظالم شيف، جاي اسوي كباب اللحم وجاي يطيح. ما تعطيني وصفه ما يجي يطيح. يوقع. وما جاي يطلع نعم جاي يطيح يوقع وما جاي يطي نفس الطعام اللي بالمطاعم. اها. لحم الكباب يكون عندك لحم الغنم يعني هو اللي تحتاني، نخلي مثلا اجيب تحتاني ربع كيلو اضيفه ويا نص كيلو من العجل، انت ممكن انت مثلا تسوي بالبيت خلي نص كيلو عجل، شكرا لك نص كيلو عجل حيكون عندك التحتاني يكون عندك 250 غرام من التحتاني موجود هو اللي خاصره وهذا تخلي وياه، تخلي 100 غرام شويه من الليه وراح تخبطه، خبطه حلو شويه ثوم وناه تحب وياه شويه بصل يكون عندك مبروش بدون مي، تنشف المي مالته وتذبه وياه وتقل وتبقى تعجن به، تخلي شويه يبرد، تجي الشيشه اذا تقدر الشيشه وتخليه يبرد بعد اضبط حتى يكون عندك كباب حلو. وبالنسبه للنفخه مال الشيش يكون شيش حلو يعني الشيش مال اللحمه عاليه، ممكن تخلي شويه من السوده شويه وياه. هسه هنا جمانه، شكرا لك حبيبي. انقطع جمانه. قلنا الكباب وشويه ملح تضيف له للكباب. اهم شيء شويه لا هو حار من الثرم وقبل الشيشه وتشويه يكون صعب عليك. هسه الشعريه صارت هالشكل، ضفنا الكشمش وريحة الديك يعني فتشي ريحة الديك الرومي. هسه هنا نخلي الكشمش يتكشمش بهالشكل. ايه واو شوف شلون بدا النفخ استاو. ضفت شوية شكر حتى يكون الحشوة حلوة. علي صباح الخير علاوي. نص التلفزيون قطع الاتصال يعني. هسه اتحمص عدي راح نضيف المي. ضفنا المي بالشكل. شوي مي الشعرية ونخليها تنشف. نقلب هالشكل، ممكن البرغل تضيفوا له الشعريه اذا حابين، اكو برغل هو اللي فيه شعريه بس ما اشوفه مو الشعريه ويا البرغل بالنسبه لي ما تعجبني هسه صعبه حيل. هسه نخلي شويه العفو اكيد مخلصه تعجبك الشعرية ويا البرغل يقول احبها. هسه هنا نقلب البرغل الحلو. صار عندي بهالشكل هذا اذا ممكن صار عندي يعني لا ايه هالشكل صار عندي برغل الله بع الريحة بع الدنيا بع خبل.
لي لوز يعني لا معجن ولا املكلك ولا اي شيء. والبرغل اكيد عدي يحب البرغل. عدي يقول انا احب البرغل. نجي هنا وعندنا هنا التمن، نقلب التمن. شوفوا التمن مالتنا والشعريه. ايمان شلونك شيخ حبار؟ عيون شلونك؟ شو اخبارك امونه؟ الله يسلمك. الله يحفظك. بلا زحمه عليك، كتبت المقادير مالت الهمبرجر. مقادير الهمبرجر، اوكي. خلي لي اياهم على الشاشه. الهمبرجر يمكن احنا ما اشتغلنا الهمبرجر بعدنا. مقادير الهمبرجر موجوده؟ راح تكون موجوده، راح اقول لك شلون يصير الهمبرجر. هسه ان شاء الله احنا راح نشتغل بالايام الجايه الهمبرجر، واكيد الهمبرجر راح يكون 700 غرام من العجل، والباقي تحتاني يكون 250 تحتاني، ويكون عندي لي 100 غرام وخبز سويه. حوراء، صباح الخير حوراء. هسه راح نشرح. الو السلام عليكم. الو علي طلقت عمليه زلابيه. زلابيه؟ ايه زلابيه موجوده عندنا استاذ. وشنو الزلابيه وشنو؟ البسبوسه. البسبوسه. شكرا على السلامه حبيبتي عيني. شكرا شكرا لك. انسى واي يكون الزلابيه على الجو، واحنا قلنا البسبوسه راح يكون عندي سميد الخشن، يكون عندي حليب مكثف سميد خشن، يكون 3 كوابه حليب مكثف، يكون 2 كوب، وراح نخبط نسوي وياها شويه الفانيلا، 1 كوب شكر، يكون دهن حر او زيت او دهن عادي، راح نخبطه نسوي. مريم صباح الخير. مريم الصباح النور عيني. صباح الانوار مريم، تفضلي. شلونك عيني؟ شلون شو اخبارك؟ بس عيني اريد اعرف الدوم، وكل ما سويت والله الحمد لله زينه. نص صوت التلفزيون حتى تستلمين الصوت واضح. الدومه. الو وياك اسمعك مريم. عيني بس الدومه كل ما تسويها تلزق بالجدر يعني. تلزق بالجدر؟ يعني هذا يعني هذا الحل يمك هو يعني تلزق بالجدر؟ راح اكيد انت خاله بيها مي، اكيد انت راح تخلين بيها المي، وتكون اول ما تنصين نارها يكون النار هادئه. نار هادئه احنا نسويها بكون بالضلوع جوا او لي وباقله او اي شيء من اللحم، حتخلين بالشعب مالتها لي جوا او العود على قولة اي يكون العود السلك راح يكون موجود لي جوا، والمي راح يكون عندك للدورمه هي ممكن يعني الكيلو جلاس واحد مي او جلاس ونص كلش كافي. شكرا لك عيوني. ابو صادق جهزت عندي الشعريه. ابو صادق صباح الخير. صباح النور. شلونك ابو صادق؟ الله يسلمك، شلونك زين؟ الله يخليك يامرني. شلونك عباد؟ شلونك شلون امورك؟ فكان عباد عيوني. هذا الاكل شو تسوونه؟ ها؟ هذا الاكل تسويه؟ الاكله هاي الاكله ديك الرومي. ايه ايه ديش ديش. وين كنت داخل البرنامج اكل الكاجر؟ اكله انا يقول ما تودي لي هذا. عواز على الفقره. تاج راسي يا ولد. هسه راح اصوب التمن. اكيد مرخصة حاجة يشيل وياي الديتش الرومي ونخليه. هسه نخلي نص هنا تمن ونص الباقي يكون من البرغل.
بس هنا يكفي عندنا. نجي هنا نشوف البرغة مالتنا صار منه. لا بس هنا والله يا فروزي يقول وين تودي هسه هنا ضفنا البرغل بصف التمن هسه نجي هنا نشوف الامور بالديك الرومي نجي ننزل هاي الصينية تحمص وهنا عندنا ال كل الصلصة مالته تحمر تحميره حلوة والله يستاهل هذا الديش اللي خابر هسه قال يجوز اشتهال الديش خطية يستاهل والله هسه نجي هنا صار عندنا محمص ومحمر شو تقول فروس محمص ومحمر يلو هسه هنا نجي اكيد هسه راح نجي هنا نحصله بهالشكل الله خلينا كان صعب كان صعب شيلته الصراحة اي والله هسه نجي هنا حتى الله يا سلام يعني هاي القلوب الضعيفة خارج بأن تتباوع الشكل يجي هنا وين راحوا قلوب الضعيفة وين راحت؟ عدي رأيك شنو عدي؟ تموت؟ الشكل الله 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 احكيكم الأمور صعبت
بس هنا صار عندنا بهالشكل هذا. وهاي عصرة الليمون، ومثل ما تشوفون هذا الديك الرومي، وهذا شغله بشغله متعب صراحة، جانا شغله متعب يومين اشتغل فيه. شكرا لكم، ونلتقيكم في يوم جديد وحلقة جديدة وأكلة جديدة. وهذا الديك الرومي مال 3 أيام.